ملزمة النحو، ملزمة الجرامر أساسيات. هذه الملزمة تعتبر أساسيات، يعني اللي مثل ما تشوفون يعني مضارع البسيط، مضارع مستمر، شرح باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، قاعدة مالت الزمن، الأمثلة عليها ملزمة كلش مرتبة، وهواي طلاب يقرون عليها معتمدين عليها. هي ملزمة من إعدادي وأنا من زمان يعني مشتغلها وكلش ملزمة مرتبة. طبعا هاي الملزمة هي أساس لمادة النحو للمرحلة الأولى، يعني ما أقول لك ترك الكتاب وقعد أقرأ عليها، وإنما فقط أساس تراجع بيها الأزمنة، تراجع بيها الأزمنة. هاي الملزمة راح تقدر تنزلها من خلال الوصف. لا تنسى تشترك بالقناة وشارك هذا الفيديو إلى أصدقائك.